çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. ليش لهلا ما بين؟ وقف عندك احسن لك. يلا امشي امشي امشي. لك وينك لهلا؟ اول ما دريت اتحركت بسرعه. هلا هي بتسميها سرعه؟ كنت رح تروحني لو تاخرت ثانيه واحده بس، كان الشرطي قدر يمسكني. اسف، بعتذر منك. بدر شو الموضوع؟ في شي مشكله؟ على شعرك انت وقعت بمصيبه. شو؟ لا شو عامل؟ مو هي سيارتنا؟ بلا معلم. معقول عم تسوقها واللوحة هيك عليها؟ كنت بدي ما بس انت اتصل. معلش معلم، لا تواخذ الولد، لساته جديد عنا، الحق علي. لك انا كيف يعني جديد؟ هيك شغلة بتروحنا كلياتنا بشربة مي. معلم انا بحل القصة، هلا بحكي مع الشباب وبنفرطها كلها وبنقصها. يا جماعة الشغلة بدها شوية انتباه، هيك بتروحونا. خلص معلم روق، انا بحلها وهالغلطة ما بقى تنعاد ابدا. هذا الشرطي اللي لحقنا يلي اسمه جميل، بتعرفه؟ ايه بعرفه معلم، هو من عنا من الحارة. وبيعرف مكاننا؟ لا، على أساس محل تصليح ودوزان. ماشي، لا تخليه يشوفك زيادة بهالفترة، فهمان؟ نحن مو ناقصنا نوقع حالنا هلأ بمشكلة جديدة مع الشرطة، مو وقتها. ماشي معلم. وفتح لعيونك. حاضر معلم. أنت ما في أشطر منك بالكلام. ولك شلون بتساوي هيك غلطة؟ بس فهمني، هدول الغلطات بيروحونا، ما عاد دافع عنك قدامه مرة تانية، فهمان علي؟ دق تليفون للشباب يلا، خليهم يجوا يخلصوا هالسيارة بسرعة. طيب ماشي. ما قلتي لي شو قررتي مشان الحفلة اللي عزمك عليها جميل؟ رح تروحي معه يعني؟ عم فكر روح بس ما قررت. لك يا حبيبتي تفكير شو؟ جميل بيحبك من لما كنتوا صغار، وإذا رحتي معه أنا بأكد لك إنه رح يجيب أمه ويجي من بكرة الصبح يدق بابكم. مو لهالدرجة هاي. والله العظيم شغلة مبينة. هلا أنتي بتحبيه لبدر ما هيك؟ مين جاب سيرته لها؟ العشق قدر وصعب تهربي منه يا بنتي. إيه بعدي هلا بحرقك.
يعني فكرتيني مو شايفتك كيف بتطلعي فيه لما تلتقوا؟ لما تكابري على حالك وتقلي له خلص امشي بيكون الببو تبع عينك من جوا عم يقول له دخيلك ما تروح. ليش كل هالمكابره؟ انت فيك تمثلي قدام الكل بس قدامي صعب انا كاشفتك. العرض علبه مجانا لكل زبون، تفضل. يسلموا ايديكي. اعطيني كلمتين يا بنتي. لا خالتو انا اسفه ما بقدر. شو بدك بكل هالبضاعه؟ أنا مو فارقة معي إذا بتاخديهم كلهم، بس هيك تعليمات المدير ممنوع. وأنا بدي وحدي لحفيدي. صدقيني ما فيني أعطي لكل حدا أكثر من وحدة، هيك نظام الشغل عنا يعني. عفواً، بقدر أخذ علبة؟ وهي لحفيدك. الله يوفقك، يسلموا إيديك. انت عم تراقبني ولا شو؟ طبعا قصدي لا، تولاي قالت لي انك هون واجيت لحتى اشوفك. اذا مالك مشغوله شو رايك نحكي شوي؟ معقول يعني مو شايف اني مشغوله؟ طيب لبين ما تخلص شغلك انا رح انطرك هون. يعطيك العافيه، ممكن تعطيني وحدي؟ الله يعافيكي. طبعا تفضل. شكرا لك. ها معلش توقفي بدالي. أوكي، بس اوكي مو مشكلة. نحن مبارح شو حكينا؟ قلي شو اتفقنا؟ ما اتفقنا عشي، بس رح نتزوج. اشتغل جنان. وكمان رح يكون في عنا بنت، وهالبنت بتشبه امها وعيونها مثلك تماما. ما عندي وقت لاسمع هالكلام. خلصت؟ ما رح خلص، نحن حكايتنا بلشت اليوم. نعم جميل. ها الساعة 7؟ طيب ماشي بروح معك. ماشي اوكي، باي باي. روح ولا عندك شي تاني؟ لا روحي. أمي شو عم يعمل هذا الزلمة جوات بيتنا ولا شو لابس بجامة بابا أصلا؟ يا بنت عيب تقولي هيك عن الزلمة، ما بيصير تأدبي بكلامك، عيب شو هالحكي هاد. فكري بيك ضيف عنا يا بنتي. معلش لا تزعلي منا، كل المراهقين ما بيفكروا بكلامهم، عندي ثلاثة بالبيت بيشبهوها. أمي سألتك سؤال، هذا الزلمة شو عم يعمل ببيتنا؟ شبك يا موجة؟ سيتي مبارح شو حكينا؟ أنا سبق وخبرتك، فكري بيك بقيان لحتى يساعدني، وبمساعدته أنا رح أقدر أطلع من البيت. يلي ما قدروا يعملوا الدكاترة وكل الأدوية يلي أخدتيها هو بده يعمله؟ شبك يا موجة؟ عيب عليكي. عفواً ما تواخذني أماني لك يا حبيبتي، فكري بيك أستاذ كبير بالتعامل مع البشر وخبرته كبيرة بالحياة، معاشر وفهمان، وأنا بوثق بكلامه. طيب وبس يجي أبي شو رح تعملي ساعتها؟ لما يشوف زلمة غريب قاعد عنده بالبيت ولابس بجامته. أنا وهاشم بيك مو غرب عن بعضنا. وهذا معبى كمان بهالوقت بتكون البلد معجوقة. مو معقول انت ما عندك شي تشتغله يعني؟ بلا، بس هالشغل مانو اهم منك. هاد غير اني ما خلصت كلامي معي. ما بدي اسمع شي. انا لسه ما حكيت عن بيتنا. عن بيتنا؟ اي نعم، بيتنا انا وانتي وبنتنا. انا راسم له صورة ببالي، بعدين انت رح تختاري كيف بدك تفرشي، رح اعتمد عليكي وعلى ذوقك. بدي بيتنا يكون مضوي ومشمس، بدي بيتنا مليان حب وسعادة، هيك انا شايف. شو ما رح تردي علي؟ لميس لميس
عم نحكي. كأنك غيرت طريقة. لا شو غيرته أصلا، هذا طريق الشغل تبعي. تعطيه واحد لو سمحتي؟ على عيني. يسلم. ما رح تدفع الأجرة؟ 20 ليرة. آه إيه معلوم، من زمان ما ركبت الباص. لو سمحتي ممكن تعطيه؟ تفضل أخي، هي واحد كمان. إيه شو كنا عم نحكي؟ بدي عزبك تعطيه واحد لو سمحت. إيه تكرم عينك، وهي واحد لو سمحت. إيه؟ وهي واحد كمان. لا إله إلا الله، تفضلي أختي، هدول من المرة اللي ورا. حدا بقي له شيء؟ لا يسلم. شو هالحظات؟ يعني ضروري اشتغل معاون إذا ركبت بالباص؟ إيه صحيح، بالمناسبة ما قلتي لي مين اللي دقلك على الموبايل؟ أها جميل. خير؟ خير. لا لا ولا شيء. عندك مشوار المساء مع هذا اللي اسمه جميل يعني؟ إذا بتريد نزلني على اليمين. معقول بدك تنزلي هون؟ طبعا وصلت للمكان يلي بدي اياه، بس انت لا. ما رح افوت الأمان. لو سمحت. نعم على الحظ، لسه ما حكينا شيء. الله حيو التاجر، شو عم بتساوي؟ عم اشتغل، شو بدي ساوي؟ يا عيني انا بشتغل وانت قضي لي اياها الصياعه ومشوره. وانا جاي مشان هالموضوع. خير؟ انا ومهجه طالعين نتمشى، خلص شغله وتعال معنا. وانا شو بده ياخذني معكم واقعد بيناتكم مثل الاهبال؟ شو هالحكي؟ انا ما في بيني وبينها اي شيء وحياتك، مشوار عادي. انت اذا مو بالمدرسه بتكون بالدكانه، اطلع غير جو. احمد انا عندي كتير شغل بالمحل ما بقدر. اجله لبكره وتعال معنا. لك اخي حرك لي حالك. اهلين احمد، شو اخبارك؟ منيح، وانت؟ منشكر الله عايشين، عن جد ممنونتك حكمت. اليوم عاصم مو جاي وانا لازم روح على الدكتور، بس ما بطول ساعتين بالكتير. عادي خلاص انا هون، ما في داعي انك ترجعي على المحل. لا مو لهالدرجة، انت فوت السندي واذا ضل شي لبكرة منكمله على مهلنا. خلاص انا بزبط الوضع، انت لا تقلقي، روحي وانت مطمنة. تسلم لي يا حكمت، شكرا كتير. انا لولاك ما كنت بعرف شو بدي اعمل. يلا انا بستأذن، صار لازم امشي. شو هالولدنة؟ بزبط الوضع وبفوت الصناديق وبسكر المحل. نام هون بالمرة. هي المرة وين جوزها؟ ينمحق وين ما كان، من يومين ما شفته. ايه طبيعي ما يجي، إذا في مين يشيل عنه كل هذا الشغل. أحمد لا تزودها، مو ناقصك، عندي شغل ومالي فاضي لك. ايه يلا اشتغل، دكان أبوك هاد. عامل لي فيه عاشي؟ لازم أنقذ هالولد قبل ما يتورط. أهلين، كيف كان يومك؟ ماشي الحال، جبت لكم مفاجأة معي. أوه، إيه فاجئينا حبيبتي، حطيها بالحمام جوا. وهي إليك ما تخافي. طلع لي واحدة ببلاش من الشغل، قلت لجيب لك إياها. بتعرفي إنه هي أحسن ماركة بالسوق؟ والله ما في بقى بتصعب على هالمعجون، لا شاي ولا قهوة ولا حتى زيوت. والله عرفتي لمين تشرحي عن هالمعجون يا تولاي. اشتقت له أنا. يلا أنا رح روح لكان. لوين رايحة؟ مرتضى رح يجي. آه طيب، تولاي أنا وجميل رايحين بعد شوي على الحفلة، ومثل العادة ما لي حدا غيرك. يعني بعد كل شي حكينا رايحة؟ شو أعمل، ما طلعت معي. لا ليش الواحد ليعطي أمل على الفاضي؟ أي أمل؟ لا تحكي بالألغاز، قولي دغري. بتبعدي عن الشخص اللي بتحبيه واللي ما بتحبيه بتروحي معه مشوار. رح جهز حالي لروح. طيب يلا.
لك معقولة تحط عقلك بعقل الجاموس؟ لك شو هالهبل هاد؟ ايه بس والله معه حق، لحمه طري. فكري بيك كاسة الشاي بتكون جاهزة بعد دقيقة. عم عزبك معي يسلموا ايديكي. لا ولو عذاب شو؟ شاي شاي شاي، طلعت روحي من الشاي. بيرة شاي ماء خانم امور، حطي لك علبتين بيرة بالتلاجة. كون منطمن من شوي حطيتهم. طيب ماشي يسلموا. لا تفتح الباب. مين اللي بده يجي هلأ؟ يه أحمد بابا، لك شو اللي جابك لهون؟ ولا جاي يشوف موجة، أنت شو عم بتساوي هون؟ مين على الباب؟ أها أحمد، أهلا وسهلا. أهلين خالي شيماء. اتفقنا أنا ومهجة أنه نطلع نتمشى. تتمشوا هلأ؟ شو بدي طالع على البنت معك وبهيك وقت؟ بعد شوي بتعتم الدنيا. ايه مزبوط، صح كلام أبوك ومعه حق، يعني مو شرط تطلعوا من البيت أصلا. بعدين أنا عملت بقلاوة بالجوز، شو رأيك تعود أنت وياها بالبيت وتاكلوا من الحلو؟ تعال يلا سلاح من رجليك لأسكب لك صحن. يلا مهجة، مهجة وينك؟ اجا استاذك. شلون بتقعد هيك ببيوت الناس؟ ليش انتم رايحيني بالبيت كل النهار بتتضاربوا وبتتخانقوا؟ بسكت واحد بيفتح باجوع التاني. مرتاحة كتير هون والجو عاجبني كتير، بيت نظيف ومرتب والاكل ولا اطيب ومن احسن ما يكون. ايه لانه كل شيء ببلاش. ايش اهلين احمد. اهلين مهجة. مهجة لوين؟ طالعة. بس مو زبطة تروحي هلا. يلا احمد. اسمع لالا، قبل ما تصير الساعة 10 بدك ترجع على البيت، بتدير بالك عليها وإلا بتشوف شي ما بيعجبك. روحي مهجة. أنا لسه ما حكيت عن بيتنا. عن بيتنا؟ أي نعم، بيتنا أنا وإنتي وبنتنا. أنا راسم له صورة ببالي، إنتي رح تختاري كيف بدك تفرشي، رح اعتمد عليكي وعلى زوجك. لميز شرطي جميل اجا. مرحبا جميل. مرحبا لميز، اليوم طالعة كتير حلوة. تسلم من ذوقك. جاهز لحتى نمشي؟ ايه طبعا. تلاقي انا ما رح اتأخر. وما احلاكي وتتأخري. يلا انبسطوا بالسهر. يلا بخاطركم. شو هالحكي؟ هدول الدواليب زبونهم جاهز ودافع فيهم سعر منيح. نعم جميل. طيب ماشي بروح معك. اوكي باي باي. روح ولا عندك شي تاني؟ بدر؟ بدر؟ شو؟ شو في؟ ولا شي سلام. ماشي انا رح روح. وهي ما تخلوها للصبح، خلصوها الليلة. ايه اكيد ولا يهمك. يلا يعطيكم العافية. الله معك. يعني ليش امك ما بتطلع بنوب؟ هي شو مشكلتها؟ اللي قبل شو مشكلة ابوك؟ على فكرة انت بنت كتير ذكية. ايه بعرف بس اكيد مو قدك. انت واللي اسمه جان تعرفوا بعضكم؟ عن اي جان قصدك؟ يلي معنا بالصف. الشاب الحلو قصدك؟ ايه هذا الشاب الحلو. ما بعرفه زيادة ليش. يعني
انتبهت انك على طول بتحطي لايكات على صور وعلى الفيس، مشان هيك قلت بسألك لأي درجة بتعرفوا بعض؟ ما كتير بعرفه. اي فهمت. هلأ أنا بدي أسألك سؤال. هاتي لشوف. سؤالي هو، ما فكرت تكسب مصاري أكثر من وراء الرياضيات؟ عم أعطي دروس وعم أكسب منها. مو هيك قصدي، مثلاً تفوت على الامتحان بدل حدا تاني. كيف فوت عنه؟ هالموضوع علي، بس قلي بتعملها أو ما بتعملها. يعني فيها مصاري منيح؟ يعني إلا إذا كنت خايف يكمشوك. لا يعني أنا من شو بدي خاف؟ يعني موافق على الفكرة؟ موافق موافق، بس بدي أطلب منك طلب. الشغلة بخصوص هديك البنت، هي أرزو رفيقتك يلي قلتلك حكمة معجب فيها، حاولي تجمعي بيناتهم. مو أنت قلتلي بلاها؟ لا خلاص غيرت رأيي، هلأ أنت حاولي تجمعي بيناتهم، اتفقنا؟ أوكي مو مشكلة. ايه بس حكمة شب خجول وصعب يبادع، فلا تخليه يحس على شيء. ايه حبيبي يا روحي يا حياتي، بس لبين ما ترجع لميس بيجيك فورا. تعال لهون اذا بدك. ايه طيب طيب، كل هلا وتحمم وانا ما بتاخر ما تخاف. ماشي حبيبي، وانا بحبك وبموت فيك، بوسات بوسات حبي. باي 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 باي. على شو عم تطلعي؟ اللي لي تولاي، شو معناته انه تحبي حدا؟ والله كبرت البنوتة وصارت تسأل. طيب ماشي، انه تحبي حدا، مثلا انا ومرتضى منحب بعض ومنعشق بعض، هذا هو الحب. فهمانة، بس يعني شو بصر لكم لما تحبوا؟ شو بصر لكم؟ الإنسان لما بيحب بيحس بأنه الدنيا ما لها حلوة بنو إلا لما يشوف الشخص اللي بيحبه، وبيضل كل الوقت بفكر فيه، بيضل يسأل حاله يا ترى شو عم يعمل، مع مين بيكون، مبسوط ولا زعلان. هيك اللي بيحبوا بعض كل واحد منهم بيضل تفكيره عند الثاني. أنت بشو صافنة؟ ولا شيء. يعني ما مليتي ما هيك؟ لا بنوب. رجعتي على البيت؟ لا لسه. شوفي شكراً كتير لأنك اجيتي معي، بفضلك أول مرة بحس إنه كنت مبسوط بالحفلة. كيف ما سمعت؟ أنا كنت عم أقول إني أول مرة بحس بهذا الشعور الحلو. ما في شي، بس قلقت عليكي. ما تواخذني إنه ما ضلينا أكتر ورجعنا فوراً، بس مشغول بالي على الأولاد. مو مشكلة، بكفيني انك كنتي معي. ما في شي خليك تقلق، انا منيحة. تصبح على خير. لا الخير. شكرا كثير لك جميل على السهرة الحلوة. لميس، في شيء مهم لازم خبرك اياه. هو الصراحة أنا معجب فيكي. ما
في داعي تجاوبي هلا. مو قصدي اني ضايقك، خلص انسي، بجوز انا اندفعت، خلص اعتبري انه الموضوع ما انفتح. انسى، تصبح على خير. والله هذا اللي كان ناقصنا. يا حبيبي والله قطعونا المي عن جد، اوف. اول مرة بجي لأتحمم قبل ما يفيقوا بلاقي المي مقطوعة. لميس، المي مقطوعة. ايه علينا فاتورة كبيرة. ايه والعمل؟ خلص بس توصلوا على مدارسكم بتغسلوا وشكم. يلا فيق الكل وبشرهم بالخبرية. صباح الخير، استني تركيني بدي فوت الحمام. المي مقطوعة حبيبتي، خليها للمدرسة. يا الله، خلاص مشولي اياها اليوم وغسلوا بالمدرسة لشوف كيف بدي حل الموضوع. يلا فوتي البسي يا بنت، من دون ما غسلت. لوين رايح؟ بدي اكسر القفل. لا تورطنا ببلوة جديدة مشان الله. طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا نحكي مع ابوك ونخليه يروح يدفع الفاتورة، هيك بدنا نعمل. بيكو يلا قوم. يلا بسم الله. بروم وشك. استغفر الله العظيم. عن جد يا أخي الله يوفقه هذا الزلم اللي اخترع آلة الصراف. يعني الواحد بدال ما يجي ويستصبح بهالوجوه اللي بتقطع الرزق بيجي لهون وبيحط البطاقة بالصراف وبكبسة زر بتطلع الغنايم لحالة. لك هات شبه، هات البطاقة. شو عم يصير له؟ ألو، هات البطاقة لك. يلا طلع. خلاص حاجة تخبط، شو مفكر في حدا جوا؟ فوت وطالبهم فيها وهن بيرجعوا لك ياها. هيك بالله؟ ايه طبعا، مو انت زبون البنك. نحكي عن الساعة اللي حطوا لنا فيها صرافات آلية بهالبلاد. يلا يلا لو سمحتي اعطيني البطاقة تبعي. مدتها خلصت ولازمها تجديد، وغير هيك هاي البطاقة مو باسمك. بعرف هاي البطاقة لعمتي، المرة مريضة وفي عليها ديون، لازم أخذ للراتب وروح جيب للأدوية تبعها. يلا هي ما فيها تيجي وتأخذ الراتب بالإيد؟ أنت شو عم تحكي؟ عم قلك مريضة كتير وعفراش الموت ومستحيل تتحرك، ليش ما عم تستوعبي؟ ما فيها تيجي لعندي. مع الأسف لازم صاحبة البطاقة هي اللي تسحب الراتب. انتو ما بتفهموا بالحكي، يلا عطيني بطاقتي. بعتذر يا سيد، هاي قوانين البنك عنا. طالما خلص موعدها، شو اللي خلاكن ما تخبروا المرة لحتى تجي وتجددها؟ شو هالقوانين المسخرة تبعكن؟ بدي ارفع دعوة على كل البنك ورح اخذ تعويضاتها لعلك تبقي في الاحترام ايدك. انتو ما بتعرفوا مع مين على قانين، انا بورجيكن والله لورجيكن. 156 جين كوتسار، رح تفوت على الامتحان بهذا الاسم. جين كوتسار لازم تجيب معدل 80 بالمادة لانه وضعه كتير صعب. خود خلي الهوية معك بجوز تحتاجها. طيب. في 60 طالب بالقاعة، إذا بتقعد ورا ما حدا بينتبه لك. شبك أحمد؟ شو كأنك خايف؟ ومين قالك إني خايف؟ أعطيني المصاري. تفضل. معقول دفع 1000 ليرة؟ دفع 1500 وأخذت 500 منهم. والله طلعتي ماني قليلة أبدا. بس تخلص بتاعت الهوية لجين. بعرف بعرف، هي مو مشكلة. حكيتي أرزوب الموضوع؟ ايه حكيته، وبعد شوي رايحين سوا على المحل. انت ما تقلق الموضوع عندي. طيب رح فوت لك. سلام. يلا ان شاء الله. يلا موفقين، باي. اوف ما اتقلون. يا الله عصمت، شو عم تساوي؟ بعد هلأ بيجعوك عيونك. أوبا يلا مسك العب بسيارتك. عن جد شكرا كتير لإلك يا تولاي، أنا تعبتك معي كتير. تعب شو هاد، عنا مي بتكفي الحارة، فيكن تاخدوا قد ما بتكون، بس أكيد من دون علم مرتضى.
بس تطلع فاتورتكم خبريني، أنا رح أدفع لكم نص ماشي. خلص بلا جنان، هلا أحكي لي عن جميل وسهرة مبارك. شو بدي أحكي لك؟ خبرتك شو صار؟ إيه عم تقلي لي إنه معجب وصدمك هالحكي، على أساس ما بتعرفي هالشي من الأساس. طبعا هذا اللي بده يصير وقت بتعطي وش لجميل وبدر موجود. خلصنا تراي، لا تنكري هالشي، أنا شفت شلون عيونك عم يضحكوا لي. هالزلمة خطفوا لأبي وأخذوا على اليونان، شو نسيتي عملته؟ بدك الصراحة أبوكي بيستاهل ينترك باليونان عن جد، واللي عمله بدر كان مشانك أصلا. لك احترمي عشقه إلك شوي. هي عشق هاد حاجة هبال. اي خليكي عم تكابري لشوف. يلا أنا بدي روح. ماشي شكرا تولاي. شو رأيك نلعب مع بعض؟ اجت السيارة بسرعة وبدها تصف هون على البطون الحلو. لك 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 قربت. مين بده يجي هلا؟ شوفي في معي بطاقة من البنك لزليخة أوشانسو، موجودة؟ بس عمتي زليخة مو عايشة عنا. البنك بعتها هالعنوان؟ لا عمتي زليخة عايشة بأزميت من زمان. طيب أنا رح رجع البطاقة على البنك، خبري عمتك تروح تستلمها باليد. طيب شكرا. إيه نحن شو دخلنا؟ شو بو هالباب ما عم يهدى؟ ايه بدر؟ سلام. سلام، مثل العادة شغلك قريب من هون فحبيت تمر علي. ايه هيك تماما. أيه. لقيت حالي قريب من بيتكن، قلت بمر شوي بلكي بشوفك وبتطمن عن اخبارك. ايه شلون كانت السهرة؟ انبسطتي؟ عادية. عادية يعني مو حلوة؟ ماشي حالك، بس حسيت بملل وما طولت، يدوب ساعة ورجعت. مليت يعني؟ ايه منيح وما طولت كويس. طيب انا لازم روح، عندي شغل اليوم. يلا بخاطري. بالسلامة لميس. عن جد مليت مبارح. طيب يلا بشوفك. ماشي يلا سكري، انا ماشي. يا لميس يلا اجيت حبيبي. يعني هو كيف معجب فيه وما بيحكي؟ ايه تخيلي، ومن السنة الماضية كمان. ايه حاجتك مزح. ايه هو كمان بيعجبني والله يا حلاوة. طيب معجب؟ اذا هو معجب فيني من السنة الماضية ليش لهلا ما خبرتيني؟ انا خبرني اخوه انه هو خجول كتير وبحياته ما حكى مع اي بنت. ياه يا قلبي. انا تعالي. مرحبا. مرحبا. كيفك حكمات؟ أهلين مهجة، شو أخبارك؟ بعرفك على رفيقتي أرزو. معلوم بعرفها، مرفيقتنا بالمدرسة. مرحبا. إيه معك حق، راحت عن بالي. مرحبا. مرحبا. حكمات، أنت شو بتعمل المسا بعد ما بتخلص شغل؟ أنا بروح على البيت. اليوم المساء رح نروح نقعد على سكة القطار، شو رأيك تروح معنا؟ على سكة القطار؟ انتي ليش عم تعزميني؟ يي شبنا حكمات، اختلطت شوي بالبشر ومنه بتغير جو كمان. ايه طيب بروح معكن. ممتاز، لكان اليوم المساء بشوفك. بشوفكن. يلا سلام. شاي معكرونة، صلصة بزالية، رز خبز، بطاطا، بصل، تفاح. شيماء خانم، إيه؟ كتبتي بيرة ما هيك؟ ايه كتبتها لك. كتبتها. إيه برافو. اتطمن فكري بيك. كتبتها فكري بيك. رح انجح المرة برأيك؟ يعني بقدر اطلع لحالي على السوق؟ ايه طبعا، السوق مو بعيد كتير. ايه ان شاء الله. رح اخذ المعقم معي والمحارم. امي منيح اللي اجيتي حبيبتي، اهلا وسهلا. لوين رايحة؟ رايحة على الميني ماركت. كيف؟ على الميني ماركت لحالك؟ انتي متأكدة؟ ايه وبفضل فكري بيك هالمرة ان شاء الله رح انجح. يعني اللي ما قدرت تعمليه من 5 سنين هلأ رح تعمليه بفضل فكري بيك ما هيك؟ هو بصراحة انا ما بدي امدح بحالي، بس اختصاصي بهي الشغلات، وانا كل شي عملته اني جبرتها توثق بنفسها، وهي قوية كمان وعندها إرادة.
ايه ممتاز. يعني اذا قدرتي تطلعي بيكون فكري بيك نجح بمهمته عنا وما عاد في داعي يبقى. شيماء خانم برأيي ما في داعي نستعجل أبدا، خلينا نتمهل شوي بالطلعة. لا بالعكس والله أنا حابة أروح. بس الشارع برا عجقة وزحمة وناس كلهم وسخ، وأنا بخاف عليك من الطلعة لبرا. طبعا أنا ما في شي بيقدر يهزمني. والله أنا اللي بنهزم إذا بتطلعي لبرا. أنا سأواجه نفسي. ماشي رح أروح. لا مع هالقصة. ليك والباب رح أروح. أنا فيني أعملها. فيني أعملها. شي ما فيكي بتقدري. لا تخافي. لا تخافي امي، لا تخافي، لساتك جوات البيت. خلاص اهدي. خلاص قولي امي انت لساتك بالبيت. ما قدرت، ما قدرت اطلع. ما نجحت هالمرة يا فكري بيك. وهو المطلوب. معلش شيماء خانم، هي اول محاولة. عادي امي، جيب لك الدواء تبعك. بسيطة ولا يهمك. إذا ما قدرتي اليوم تطلعي بكرة، وإذا ما قدرتي بكرة تطلعي بعد بكرة، وإذا ما قدرتي كمان دخيلك بلاها شو رح تخرب الدنيا. أنت هلأ فوت ارتاحي وأنا بروح على الميني ماركت. لا 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 أنا بروح عنك. معلش لا تتركي أمك لوحدها. شو أنت نسيت الورقة؟ هي معك حق والله، نعم على قلبي. يلا بخاطركم أنا ما بطول. أنا لولا فكري بيك أصلاً مستحيل كنت أتجرأ جرب أطلع لبرا موجة. بس رح أنجح، رجعي الدواء لمحله. أكيد رح أنجح أكيد. أوه فركيون منيح. تعرفي أختي لو قطعوا الكهرباء كان أهون، بس قطعوا المي بنوب مو محمولة. والله معك حق. يسلموا أختي. مو مشكلة، نشفي إيديكي. شو عم تساوي فوق الكنباية؟ شو جليت انت؟ عاصمة تعود بلا ما توقع. على فكرة بالمدرسة قالوا لنا في جمعية بتعطي رواتب للمجانين بكل بيت، إذا أخذنا لهم فكرة قلتك بيعطونا راتب على هالمجنون؟ والله حلوة هالفكرة. خلص عود فكرة، كن شوي فكرة. عود انت أكيد جليت. خير شو جابك؟ شو هالسؤال اللي بلا طعمة؟ يعني أنا جاي على بيتي. ها اجيت بالوقت المناسب لأتدرب مع ابني. قطعوا لنا المي ولازم ندفع الفاتورة. اها اها شو عم تساوي؟ ولا شي ولا شي. شو بدك بالشاي؟ ايه لك تريك من ايدك لوين اخذهم؟ انا دافع حقهم وباخذ شو ما بدي. اي ما حذرت، انا دافع حق هدول الاغراض. شكلي ما عرفت ربيكن ابدا. ليش بهالبيت في حدا غيري بيدفع مصاري؟ طيب لمين اخذ هالاغراض؟ لرفيق اللي قاعد معه بالبيت. عيب مو حلوه. طيب بكفي اللي اخذته، ما ضل شي بالبراد. شو بك؟ هدول حرام عليك. بعدي هيك وشو بدي كمان؟ والرز كمان؟ إيه لا ما حضرت. ها إيه؟ لك بابا جنيت؟ شو خليت لأخوات تستحي على حالك؟ هاتهم بسرعة بسرعة. عم قلك هاتهم. لك وقف هات الكيس. ما حذرتي. ركو عم قلك لك اتركي انت. عجبك هيك؟ الحق عليك وعلى عنادك، ما قلت لك اتركي من ايدك. فيك تقلي هلأ كيف بدنا نعيش؟ لا العيشة ما دفعت ولا فاتورة وقطعوا لنا المي، وهي جاية تاخد شوية الأكل البقيانين عنا. طلع فيني لميس، رح يبعتون لبطاقة من البنك. أول ما توصل خبيها عندك وبعتيلي خبر فورا. فهمتي علي؟ بطاقة عم تزداخة؟ ليش بعتوها؟ ايه اليوم. ايه ليش مو من الأول حكيتي؟
بسيطة يلا هاتيها خليني وديها للمرأة يلا حبيبتي. ليش وصلت بطاقة عم تزلاخل عنا لهون؟ انتي ما دخلك روحي جيبيها أحسن ما تضل المخلوقة ناطرتني. انت عم تسحب لها معاشة ما هي؟ وانا عم بقول مصاري هالسم الهاري منين عم تجيبه؟ ايه عم بسحب معاشة، انا قريبة الوحيد اللي ضل عايش، يعني ما ضل لحدا من كل العيلة غير ابوكي، لهيك عطتني البطاقة تبعه وانا عم روح كل 3 شهور اسحب لرواتبها، بروح لعنده وبسلمها ياهن على دوز بارة وبوس ايدها لاكسب لي شوية دعاوي منها. وين البطاقة؟ انت عم تعطيها كل رواتبها على دوز بارة؟ ايه خلص بقى حاجتك فزلك، فوتي جيبيها بسرعة يلا يلا جيبيها. انا ما اخذتها منهم. شو؟ بعتن على عنوان بيتها. انت اكيد جنيتي، شو عم تحكي؟ ليش هيك عملتي؟ اجت البطاقة وما اخذتيها منهم؟ شو عمل فيكي هلا؟ هاي البطاقة مو لنا ولا من حقنا انه نستلمها. عطي خبر لعمتك زليخة تروحي على البنك تستلمها.